الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، كثير منا يشتكي ويعاني من أمراض وأوجاع، ثم يطرق كل باب ويذهب إلى الأطباء وإلى من يريد الشفاء عنده، وينسى أن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. الشفاء بيد الله والمرض بيد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قدر لك المرض، وسبحانه وتعالى يستطيع أن يشفيك في لحظة، بل بقوله كن فيكون. هناك دعاء سمعته وحفظته وطبقته، ونصحت كل من أحبه بهذا الدعاء. الدعاء دعاء عظيم وجه له النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الناس، بل وجه له أمته صلى الله عليه وسلم، لكن كثير من الناس نسوا هذا الدعاء وتغافلوا عنه. جربته أنا وجربه كثير من الناس، إنه علاج ناجع جدا، علاج يشفي بإذن الله، لكن أنا نغفل عنه. هذا الدعاء سأذكره لكن في ختام حديثي. هذا الدعاء طبقته مع أحد الأحبة، كان يعاني من أذنه، يعاني لا يسمع بها صوتا، وكنت أتكلم معه ولا يسمع، فقلت له قل هذا الدعاء، ضع يدك على أذنك وقل هذا الذكر الذي ورد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. وضع يده هكذا ثم قال الدعاء، وبعد فراغه من الدعاء رفع رأسه وقال تكلم. فتكلمت، قال والله ذهب كل الألم، كل الألم، الألم والصوت الذي كان في أذنه ذهب بمجرد أن خفض يده فقط من أذنه. نعم، لا تستغرب ولا تتعجب، فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. هذا الدعاء أيضا كان أحد الزملاء معي في العمل، كان يعاني من صداع شديد في رأسه، وعندما وصلته إلى بيته قلت له قل هذا الدعاء. يقول لي في اليوم الذي يليه، عندما جاءني باستغراب وجاءني باستنكار ويقول ماذا أعطيتني أنت؟ ماذا قدمت لي أنت؟ أنا خفت، ماذا قدمت لهذا الرجل؟ قال والله إني كنت قبل أن أنام في الظهر أقول عندما أستيقظ لصلاة العصر سوف أذهب لأقرب طبيب. لماذا؟ يقول كادت أن تخرج عيني من رأسي من شدة الألم وشدة المعاناة من هذا المرض الشديد. يقول قلت لماذا لا أقول الدعاء الذي أعطانيه صديقي بدر؟ فعندما قال الدعاء وضع يده وقال الدعاء نام. بعد أن استيقظ يقول لم أشعر بأي ألم. نعم، استغرب، قال ماذا أعطيتني أنت؟ قلت لم أعطيك أنا، إنه دعاء ووصفة من الحبيب صلى الله عليه وسلم. نغفل كثيرا، بل نتغافل ولا نبحث في السيرة ولا نبحث في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل نبحث في كلام الأطباء ونبحث ماذا قالوا الأطباء وماذا فعلوا، ونقرأ كل كلمة قالها كل طبيب لنبحث عن علاج. ولكن الطبيب الأول والمعلم الأول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ووصف لنا، لكننا نتغافل أو نتشاغل أو لا نبحث عن المعين الصافي العذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان ابن أبي العاص الثقفي، عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى من ألم كان معه وكان يعاني به منه منذ أسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم موجها ومعلما وطبيبا أيضا، قال ضع يدك على موضع الألم ثم قل بسم الله ثلاث مرات، بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وأحاذر أي ما أتوقع أن يأتي وما أحذر منه أن يقع. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يقول فقلتها فشفيت بإذن الله وذهب عني ما أعاني. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. نعم، قل هذا وجربه، وبإذن الله بإذن الله سوف تشفى. لكن هناك وصية مهمة، وهي أن تدعو وأنت موقن بالإجابة،
لا تدعو أن تقول دعني أجرب ماذا يقول هذا الشخص، أو دعني أجرب ماذا هل سينفع معي أم لا. لا لا، إياك من هذه النقطة. أدعو وأنت موقن بالإجابة، موقن أن الله يشفيك، وأنت مضطر عن من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، فأنت مضطر في مرضك. أدعو وأنت موقن بالإجابة، والله ستجد النتيجة خيالية بإذن الله، وستشفى من كل مرض، من كل مرض مهما كان كبر هذا المرض. جرب وسوف تجد النتيجة لا تتوقعها بإذن الله. وفقكم الله وشفاكم وعافاكم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.